عم يرجف قلبك مو؟ وعم يرجف قلبك كتير كتير حبيبتي. أهلين. ما جاوبتيني لسا قلبك عم يرجف. مو أنا، هي نجوى كرم. أنت رمزية؟ خدمتك رمزية. وأنا شكرية أخته العزمي وعمة الأولاد يلي حكيت معك الصبح، عرفتيني؟ عرفتك. وانتي شو جاية تعملي هون عيني؟ اشتغل بس؟ ما فهمت. لفي لشوف شو هاد؟ يلي بدها تيجي تشتغل بتحط هيك الحمراء؟ وشو هاد اللي حاطيه على عيوني؟ شو هالمسكرة والمسخر هاي؟ روحي روحي غسلي وشك يلا. وقفي وقفي لشوف. وهذا اللبس اللي لابستيه شو هاد؟ شبو. قال شبو؟ قال مو شايفتي لزقانة بجسمك لزق؟ ما عندك أعراض منه؟ لا. وانتي متفقة معهم على المسح والجلي والغسيل وترتيب البيت برقص ولا بدون رقص؟ أنا مو قصدي. مو قصدك؟ مو دخلت وشفتك بعيني عم ترقصي؟ يعني كنت لوحدي وعم سلي حالي. لوحدك؟ بركي اجى اخي على غفله ولا حدا من الاولاد. حلوه بحقك يعني؟ بعدين هدول مراهقين. ولا حاطه بذهنك شي تاني؟ انا اعوذ بالله والله مو قصدي. ام علي المسجله على الاخر، يعني اذا اجى حرامي وسرق البيت كله ما بتحسي؟ هي انا اجيت وما حسيتي عليه؟ انا اسفه. بعدين مو حرام تصرفي اخي حق كهرباء مشان يجي مرائك؟ شبك ما تجاوبيني؟ ما تحكي؟ شو بدي احكي؟ انا بعتذر. شو هاد؟ شو رح تطبخي اليوم؟ بزيلة ورز. بزالية ورز؟ ليش ما بتعرفي ابن اخي ربحي ما بحب هالاكلة؟ ما بعرف، بس انا سألت الاستاذ عزمي وقال لي ايه. لكان شو بده يقول لي؟ لما بتحطي له الحمرة والمسكرة وبتلبسي له هيك لبس بده يقول لك ايه وستين ايه كمان. تعي قوام رجعي كيس البزالي على فريزة وجيبي لي كيس فول. بس لا تبس تسيلي، عملي مثل ما عم قلك، بدي اطبخ رز فول انا. لك ليش كل هاللحمة؟ لك مو حرام عليك؟ يا الله لا يوفقك. امسكي قوام حطيها وطلعي لي كيس صغير. وهذا الخلاط ليش مطالعتيه؟ من شان الشوربة، بدي احط العدس فيه. يا عيني عشنا وشفنا، اول مرة بسمع حدا بحط العدس بالخلاط. بس انا امبارح عملت لهم اياها وحبوها. وشلون ما بدهم يحبوها؟ طبعا بدهم يحبوها، وانت هيك حبيبتي، وانت هيك بدهم يحبوها ويحبوا ابوها كمان. بعدين تعي لقلي، كل يوم بدك تعملي لهم شوربة عدس؟ طبخة الشوربة لحالها وجبة غدا. عادي لشوف. يلا احكي لي قصتك من طقطق لسلام عليك.